حياكم الله. أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل تحقيق منجزات غير مسبوقة في قطاع الإسكان خلال عام 2020 رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها القطاع، وكشف عن خدمة أكثر من 390 ألف أسرة ضمن خيارات برنامج سكني، من بينها 138 ألف أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة. وبيّن الوزير أن الخيارات والحلول السكنية تمثلت في 123 ألف وحدة جاهزة و96 ألف أرض سكنية و91 ألف وحدة تحت الإنشاء و78 ألف وحدة للبناء الذاتي.